everybody. The GDN visited City Center Bahrain today to ask people one important question. What do you think about the value-added tax? I have no idea what it is, so I don't know if I'm the right person to be talking to about this, but I really don't know what it means for us as residents in Bahrain now. الرواتب ثابتة والمصاريف قاعدة تزيد، مصاريف الحياة من أقساط من قروض من محروقات. سووا في الإمارات ولا سووا في السعودية؟ لأن رواتب الإمارات والسعودية مو نفس رواتب البحرين. هناك رواتبهم أكثر، أما هني إحنا الحمد لله رواتبنا يلا تكفينا يعني على مصاريفنا. ضد القيمة المضافة لأنه بتكون متعب ثقل علي وعلى جميع المواطنين. Against. I think it's gonna be the funniest joke for 2019. أتمنى إنه يكون في تسهيلات حق المواطنين وإنه يكون هالضرائب على الأجانب. الأجانب يعني عددهم الحين في البحرين 700,000. يا أنا مثلا الحين من سنين قاعد أشتغل مجمع فلوس أبغى أشتري بيت حق أهلي أسكنهم فيه. يعني إذا بيت بشتري 150,000 دينار بروح أدفع ضريبة هالكثر 7,000 ولا 5,000 إذا هم بياخذون 5%. هاي ما يصير صراحة. فالمواطن يعني خلاص يعني بيندثر يعني ما يبقى له شيء. فرجاء يعني إذا في إمكانية يا تقليلها أو حذفها يعني.